نعود مشاهدينا الى مشروع قانون التامينات الموحد، وللمزيد معنا هاتفيا النائب جمال عقبه وكيل لجنه القوى العامله بمجلس النواب. سياده النائب اهلا بحضرتك، يعني باستفاضه كده يا فندم، ما هي ابرز ملامح مشروع قانون التامينات الاجتماعيه الجديد؟ كل سنه والشعب المصري كله بخير والامه حضرتك. سعادتك، ابرز حاجه ان القانون دهوت تامينات، احنا اللي عمل مشروع القانون اللي قدمه وكيل اللجنه جميل النائب محمد وهب الله. انت عارف سعادتك ان اخر قانون التامينات الاجتماعيه من قانون سنه 79 ل 75، بقاله اكثر من 44 سنه. فبالتالي احنا عملنا مشروع قانون كويس هيخدم كل المعاشات باذن الله، وهيبقى باذن الله هيبقى باتفاق مع المعالي الوزيره المحترمه الاستاذ الوزيره غاده يابان. المشروع ابرز حاجه فيه اولا ان احنا عملنا فيه اولا في 153 ماده احنا راعينا فيه، اولا اللي هيبقى في علاوه دوريه 15% على الاقل لاصحاب المعاشات. هتقول هتجيبوها منين؟ احنا بناخد 1% من خزانه الموازنه العامه زائد اموال المعاشات. حته ثانيه احنا عاوزين نعمل هيئه مستقله للتامينات والمعاشات على اساس الاتدار بشكل افضل واحسن. في حاجات ثانيه زي انت ساعتك ممكن تقبض ب 10,000 جنيه في الشهر، بتطلع تاخد معاش 1000 جنيه وحد اقصى لو اكثر من 30 سنه 1300. فاحنا راعينا ان احنا ممكن يتخصم منك تامينات اكثر على اساس تاخد معاش اكثر. طيب والزياده يا فندم اللي هي 15% دي هتبقى ثابته على جميع المعاشات ام ممكن تتغير من معاشات الاخرى او اي ما هي المعايير التي ممكن ان يتحدد عليها هذه الزياده؟ سعادتك العلاوه الدوريه، اي علاوه دوريه بتبقى ثابته. العلاوه الدوريه ثابته على الاقل، تزيد ما تنقص. طيب ما الذي نفهمه من قانون موحد؟ يعني لماذا قانون موحد؟ كانت هناك العديد من القوانين في السابق، وايضا كيف تم دمجها لتصبح قانون موحد في النهايه؟ زي ما انا قلت قبل كده ان احنا عاوزين نعمل هيئه تامينات، هيئه مستقله تدير فيها اموال المعاشات، وانت عارف ايه اللي حصل في اموال المعاشات. فبالتالي عاوزين نديرها بطرق افضل، طرق حديثه، بحيث ان المعاشات تزيد، وبحيث نحسس المواطن العادي يعني في المستقبل باذن الله ان الحكومه بتعمل لهم، مجلس النواب والحكومه عامله لهم حاجه تفيدهم، وان هم مراعين الظروف اللي فيها المعاشات والظروف اللي فاتت بالكامل. باذن الله الامور تتحسن لاحسن قادم بعد القانون التامينات الاجتماعيه الجديده. طيب سياده النائب، يعني من هي الجهات التي تم التنسيق معها قبل اصدار هذا القانون؟ كانت هناك ربما انتقادات وجهات لهذا القانون بانه لم يعرض على اتحاد اصحاب المعاشات. سعادتك احنا القانون وصل لمجلس النواب بالفعل، وصل للامانه العامه، ودور الامانه العامه بتوديه للجان المختصه. نعم. بعد ما بيروح اللجان المختصه بيعمل بقى بيبدا القانون يتعرض في اللجنه اللي هي راحته القانون، ويبدا يعمل حوار في النهايه، بيعمل حوار المجتمعي اللي بحيث يشوف ابرز السلبيات وتتعالج فيها. طيب يمكن سياده النائب، كان في القانون القديم كانت الانثى تحصل على معاش ابيها المتوفي حتى سن الزواج، يمكن في القانون ده هناك مساواه ما بين الذكر والانثى بانه سن 21 سنه يتم قطع المعاش، ما هو الهدف من ذلك؟ هو قال لك القانون الحديث كان فيه سن 21 سنه يتقل على اساس ان سن 21 بقى خلاص بقى سن الصوت غير واضح ست نائب. على اساس ان ممكن يشتغل الموظف الهدف منه ساعات. ست نائب تسمعون؟ ايوه يا فندم. طيب كيف سيتم استثمار اموال هذه التامينات الفتره القادمه؟ كيف كانت تستثمر وما هو الجديد في هذا القانون؟ الاستثمار أرض ان هي بتبقى بتتحط بشهادات استثماريه في البنوك. واخد بالك؟ ولذلك احنا يعني احنا مش عاوزين نسمع الاحداث لما نعمل لها المعاشات يعملوا هيئه مستقله للتامينات الاجتماعيه، وبعد كده نبدا نتكلم في المواضيع دي. طيب وهل تم تحديد سن التقاعد في القانون الجديد؟ هل هو 65 او 60؟ احنا زي ما قلت لك ان اخر قانون للتامينات الاجتماعيه كانت 79 لسنه 75، يعني بقى له 44 سنه
شغالين بالقانون القديم ده. طيب ما هو عدد المستفيدين يا فندم من هذا القانون؟ هذا بالملايين. لا بالملايين، عشان ما بقدرش احصاره ولا حد يقدر يحصاره. تمام، سيادة النائب جمال العقبة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.